هولاند يصل الأردن بعد زيارة رسمية للقاهرة وقع خلالها عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين. البرلمان الليبي يخفق في عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ومصادر ترجح عقدها اليوم. الرئيس العراقي يدعو لجلسة برلمانية استثنائية اليوم لطرح مبادرة لحل أزمة مجلس النواب. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية على شاشة النيل، مرحبا بكم. أهلا بكم. وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى الأردن، المحطة الثالثة والأخيرة من جولته الشرق أوسطية، حيث سيبحث أزمة اللاجئين السوريين ومكافحة تنظيم داعش. ومن المقرر أن يشارك أولاند في المنتدى الاقتصادي الأردني الفرنسي عقب لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث يعقد اجتماعا مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية. كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل مساء أمس الاثنين بقصر عابدين نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، حيث اصطحبه في جولة داخل أروقة القصر لتفقد الأجنحة التاريخية بالقصر. وعقب الجولة تبع الرئيسان حفلا فنيا أقيم بالقصر للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط. شدد السيسي خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرية الفرنسي أن فرنسا تعد شريكا تجاريا مهما لمصر، حيث أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحجم العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا. في ثاني أيام زيارته لمصر وفي أحد أهم فعاليات الزيارة، شارك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أعمال منتدى الأعمال الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور أكثر من 150 من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مصر وأعضاء غرفة التجارة المصرية الفرنسية وعدد من المستثمرين وقادة الأعمال الفرنسيين والمصريين، بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي والنقل والكهرباء. وخلال كلمته أمام المنتدى، أكد الرئيس السيسي على أهمية استثمار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات. إن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية. وفي ذات الوقت فإن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية. واتصالا بما تقدم، فإنني أقدر أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتطويرها. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من جانبه عبر عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. نحن بلدان كبيران نحمل طموحا للمستقبل، ونحن ورثنا حضارات عريقة، ونريد أن نعطي للعلاقة بين مصر وفرنسا طابعا يتجاوز الطابع الاقتصادي البحت من تبادل تجارية واستثمارات، ولكن أيضا نهتم بموضوعات الأمن والاستقرار والتنمية ليس فقط لمصر وإنما للمنطقة بأكملها. توفير المناخ الجاذب لاستثمارات الشركات الأجنبية وتذليل كافة العقبات هي منهج عمل الدولة من خلال رؤية تنموية استراتيجية شاملة حتى عام 2030. هذا ما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته أمام المشاركين في المنتدى. وأود أن أعرب عن تقديري للمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي. فنحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية،
ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام 2030، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الفرنسية في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة. الرئيس السيسي اختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وصون حقوق الإنسان والحريات العامة. إن مصر بلد تسعى للنهوض والوقوف على قدميها وتأخذ مكانها وسط الأمم المتقدمة كدولة ديمقراطية حديثة تحقق أمال شعبها وتسعى إلى استقراره وتوفر له حياة آمنة مستقرة مطمئنة يتمتع فيها بالحريات والحقوق الكاملة التي نراها من منظورنا، حقوق تكفل التعليم الجيد والعلاج الجيد والحياة الجيدة والعمل الجيد والوعي الجيد. وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، إذ تحتل المرتبة السادسة من بين الدول التي تسهم باستثمارات تقدر بنحو 4.3 مليار يورو، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.6 مليار يورو، وتتركز نشاط الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية والتي بلغ عددها نحو 150 شركة، يعمل بها ما يقرب من 35 ألف مصري. يتركز هذا النشاط في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. انعقاد مجلس الأعمال المصري الفرنسي الذي يأتي على هم زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة وما حمله من نقاشات حول الفرص الواعدة للاستثمار في مصر يمثل دفعة جديدة لجهود إحياء الاقتصاد، ويمثل أيضا تجديدا لثقة أحد أهم الشركاء الاقتصاديين في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات الفرنسية الجديدة. من مقر انعقاد المجلس على رشوان النيل. التقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس الاثنين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر. وأعرب إسماعيل خلال اللقاء عن التطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات معالجة وإعادة تدوير المياه ونقل التكنولوجيا الفرنسية المتطورة. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، كما أوضح أن هناك ترحيب من الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها بمصر في العديد من المجالات، مشيرا إلى حرص الجانب الفرنسي على عودة السياحة الفرنسية إلى مصر. كما التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أمس الاثنين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والوفد المرافق له الذي زار المجلس في إطار زيارته الحالية لمصر بحضور وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية. أكد الرئيس الفرنسي خلال اللقاء أن بلاده ستقدم كل التسهيلات لمصر من أجل عودة الرحلات السياحية إليها، موضحا أن الأمن مرتبط بالتنمية. أضاف أولاند أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة في زيادة الاستثمارات الفرنسية إليها، مؤكدا أنه يشعر بالاطمئنان حول الوضع في مصر بعد هذه الزيارة. كما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس الاثنين قلعة صلاح الدين الأيوبي والمتحف القبطي، رافقه خلال الزيارة وزير الآثار خالد العناني. أبدأ أولاند انبهاره بما شاهده من أثار وحضارة تحكي تاريخ أمة بأكملها، مؤكدا أن اختياره لزيارة القلعة والمتحف القبطي جاء ليؤكد أن مصر بلد الأمن والتسامح منذ أقدم العصور. وبعث الرئيس الفرنسي برسالة طمأنة من قلب المتحف القبطي، دعا فيها مختلف دول العالم لزيارة مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات من بينها المجال في العمل الأثري. تفقد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي مع نظيره الفرنسي جون إيب لودريان قاعدة جوية تضم مقاتلات من طراز رافال وميراج ألفا جيت الفرنسيتين. التقى الوزيران الطيارين والضباط والأطقم الفنية بالقاعدة، وأعرب الفريق أول صدقي صبحي عن اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع القوات المسلحة لكل من البلدين. كما أكد وزير الدفاع الفرنسي أن مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأشاد بكفاءة الأطقم المصرية خلال التدريب على مقاتلات الرافال.
وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي وخبير الشؤون السياسية بالجمهورية محمد هزاع. سيد محمد، يعني بعد الترحيب بك، كيف قرأت زيارة الرئيس الفرنسي التي انتهت وبدأ زيارته إلى الأردن في خلال جولته الشرق أوسطية، وأي الروافد هي التي عنوان رئيسي لهذه الزيارة؟ أعتقد أن زيارة الرئيس أولاند لكي يتم التعرف على مدى أهميتها يجب وضعها في سياق التطبيق، وسأحاول تلخيص ما أود قوله في نقاط محددة. واحد، أن هذه الزيارة جاءت بعد سنوات أجاز بدأت في 25 يناير، حيث استغلت بعض الجهات الداخلية والخارجية الثورات العربية المشروعة لعدة أسباب موضوعية كثيرة في تنفيذ مؤامرة دولية لتفتيت هذا الجزء من العالم إلى كنتونات صغيرة جدا، وكل ذلك من أجل مصلحة الغرب وإسرائيل. اثنين، إن هذه الزيارة جاءت بعد ما محاولات كثيرة جدا لتشويه صورة مصر وصورة النظام الحاكم في مصر. ثلاثة، ان فرنسا بتمثل اهميه خاصه داخل الاتحاد الاوروبي وعلى مستوى العالم كله، ومن ثم فزياره الرئيس الفرنسي لمصر يجب ان يوضع تحتها عشرات الخطوط نظرا لاهميتها البالغه في هذا التوقيت بالذات. اعتقد ان زياره الرئيس اولاند مصر تعتبر دليل قاطع وحاسم ودامغ على ان مصر تتعافى، وأن مصر في طور التقدم والتغيير الفعلي على الأرض، لأن شهادات الرئيس الفرنسي ومن معه من أعضاء الوفد الفرنسي أيضا، وكذلك زيارات سابقة كثيرة تؤكد أن هذا النظام يحاول بقدر الإمكان وفي ظل هذه الظروف بالغة القسوة أن يقدم لمصر ما لم يقدم غيرها. طيب سيد محمد، هذا ما تفضلت به هذه دلالة الزيارة، ولكن أي مرة أخرى من الروافد اقتصادية أم سياسية أم ربما عسكرية هي العنوان الأبرز؟ وأيضا هذه الزيارة تأتي في إطار جولة شرق أوسطية شملت لبنان والآن الأردن، يعني في أي الملفات العربية تصب هذه الزيارة أيضا؟ يعني أنا أعتقد أن فرنسا مهتمة جدا جدا بكل ما يجري في المنطقة، ولها اهتمام خاص بما يجري على الحدود الغربية لمصر وخاصة في ليبيا، وأيضا لا تستطيع فرنسا أن تتجاهل ما يحدث في سوريا. وأنا أعتقد أن ما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي منطقة الخليج وكذلك في اليمن اهتمامات فرنسية أساسية، وهي لا تستطيع أن تتخلى عن دورها وعن اهتمامها بهذه القضايا، وقد نقشت كل هذه القضايا مع القيادات المصرية. نعم. وأعتقد أن مجرد التفاهم على أو التعرف على وجهة نظر مصر في هذه القضايا في أمر في غاية الأهمية لتحريك مثل هذه القضايا على المستوى. نعم. الأوروبي والدولي. السيد محمد هزاع الكاتب الصحفي وخبير الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس